السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله يا دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. عواش مباركة وأيام أخير رمضان، أيام سعيدة ومباركة عنكم عمنا ومنات بحق بالكائنات. الله يطول عمرك سي الحسن. الله يطعمو ذلك بخير. عندي سؤال ربما يكون خارج على هذه الليلة، متى خروج زكاة الفطر ومتى انتهاؤها؟ إياه إن شاء الله سيدي بإذن الله. الله يستر. عندي مرة في السكوت خلطة أدي عليها، واش ممكن تنوخرت الأخير الشهر اللي كان أدي لك زملاء وتشيل بعض الفقراء المساكين؟ إياه أخويا بإذن الله يا رب. لا يجوز. إياه سي حسن بإذن الله. أطال الله عمرك. أما عن قضية الفدية الذي هو مريض، أنت عندك سكري وتفطر، والإطعام إطعام المسكين، لك خيارات، إما أن تطعم عن كل يوم مسكين، تخرج إفطار لمسكين أو تعطيه له نقدا، أنت بالخيار، إما تعطيه طعاما كل يوم أو تعطيه نقدا كل يوم بدءا من 12 درهم كل يوم، ولك أن تقدم ذلك ولك أن تؤخره. هناك ناس يقدمون يعلم بأنه مريض وبأنه لم يصوم لأنه عنده مرض مزمن، فيسبق ويقدم الفدية في أول الشهر، وهناك بعض الناس يقومون بقفة رمضان في أول الشهر للأسر والعوائل الفقيرة، قفة قيمتها 300 حتى 400 درهم تغطي الشهر بكامله، يؤدونها في أول رمضان، وممكن أن يؤديها في آخر رمضان. هناك عائلات مغربية اعتادت أنها تطعم ليلة القدر، خصوصا ليلة 27 كما اشتهر عند عموم الناس، ويطعمون الطعام. هناك عائلات معروفة في المغرب تصنع قصعة الكسكس وتخرجها إلى الشارع العام، خصوصا عند المساجد وعند المصليات، والآن ما في مساجد ما في مصليات نظرا لهذه الجائحة، فالإنسان يصنع قصعة كسكس ويعطيها للفقراء، وكل قصعة كان يأكلها 10 أنفار، يعني 10 أيام. فالعلماء قالوا بأنك تجمع الفقراء وتطعمهم إما دفعة واحدة وإما أقساطا، فكله جائز حسب قدرة كل إنسان. هناك الإنسان الميسور يجمع العدد الكبير ويطعمهم، ومن كان على قدر الحال فإنه يخرج حسب ما تيسر له. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويعافيك ويتقبل منك، وربنا كريم سبحانه وتعالى. نتحول الآن إلى مكناس مع لالة فاطمة. السلام سي الحاج، لاباس بخير؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحييك الله لالة فاطمة. الله بارك الله فيك، الله يجعلك من أهل الجنان ومن أهل الرضوان إن شاء الله يا الحاج. يا رب يا كريم جميع المسلمين والمسلمات. أنا اللي هضرت معك السيمانة الفايتة وفاش كنت شويه مهمومه، وهذا الله يجازيك بخير ودعيتي معايا، الله يجازيك بخير ويجعلها لك في الميزان المقبول ان شاء الله. بارك الله فيك لالا. ايوا كنت بصراحه ديك السيمانه مضيومه بزاف وبكيت، وحيت دعيتي معايا فاجيتي عليا، الله يجازيك بخير. الله يحفظك لالا. ودك خواتاتي الله يهديهم، هاد الاخت اختي اللي دابا جالسه معايا مسكينه قالت لي غير صبري اختي، انا ما غاديش نتخلى عليك، وان شاء الله حتى يجيب لك ربي شي ولد الناس فيه الخير ان شاء الله. يا ربي يا ربي. وانا بغيت الحاج شي ولد الناس يجيب ربي على يديكم شي انسان صالح. يا رحمن يا رحيم يا ربي. لالا فاطمه نتعرفوا عليك بنتي، اش السن ديالك؟ السن ديالي 44. مشرفين يا بنتي مشرفين. بارك الله. ان شاء الله تعالى شي ولد الناس يكون من مكناس ولا من اي مدينه من المغرب.
يكون من اي يكون غير اخلاقه مزيانه ويكون ولد الناس وهذا الشيء اللي كنطلبني باذن الله بنتي. ان شاء الله هذا السكيشن نوصلوا للناس ان شاء الله. اذا كان شي واحد مهتم باذن الله يتواصل معنا وان شاء الله حنا غناخذوا الرقم ديالك لاله فاطمه نحتفظوا به وان شاء الله ربي سبحانه وتعالى شي ولد الناس باغي يكمل دينه ونكونوا سعداء باش نكونوا كواسطه لهذا الرباط المقدس وربي سبحانه وتعالى يكمل لك الرجاء. يا الصراحة ما كرهتش يكون في مكناس ولكن نطلبوا سيدا ربي يكون من مكناس. يا ربي بإذن الله هم الناس كيسمعوا أهل مكناس وما أفضلهم وما أكرمهم أهل مكناس يا رحمن يا رحيم. أي شخص ربما عنده رغبة يتصل بنا وإن شاء الله تعالى نحن نمدوه بالرقم ديال فاطمة ونتوسطوا معاه ونمشوا لعنده ونباركوا ليه كما كنديروا عادة بإذن الله تعالى. وبغيت يحفظك فاطمة. بغيتك تدعي معايا تدعي مع واحد هاد الاخت ديالي مسكينه باغيه الدريه الصالحه يا ربي. ودعي مع هاد خواتاتي اللي شويه قلبهم قاصح الله يهديهم ويجعل ربي يدير الخير في قلبهم هاد العواشر هاد العشر الاواخر ان شاء الله. يا ربي يا كريم يا ربي. وبغيتك تدعي مع الام ديالي بالصحيحه ومع الاب ديالي بالجنه ان شاء الله. جعل ربي يرحمه ان شاء الله يا رحمن يا رحيم يا رب. وبغيتك تدعي عافاك مع واحد العم ديالي مسكين تيحن فيا حتى هو مسكين الله يرجع ربي يسخر له في وليداته الله يجازيك بخير. يا رحمن يا رحيم يا رب يا رب يا كريم لاله فاطمه الله يفرج عليك بنتي الله يفرج عليك. لا اله الا الله اللهم تعالى كلك وليا ونصيرا. وهذه فرصه ايها الاحباب الكرام كما ذكرنا الاسبوع الماضي بان الفيروس ديال كورونا هذا خطره قليل لكن الفيروس الأخطر الذي يهدد سلامة وأمن المجتمعات هو فيروس هو القلب الشديد قسوة القلوب هذا هو الفيروس الأخطر. وفاطمة كما حكت لنا الأسبوع الماضي كيف أنها بعد وفاة والدها تخلى عنها جميع أفراد الأسرة لا أحد يريد أن يحتضنها لأنها بقيت بلا زواج باستثناء إحدى أخواتها الفاضلات جزاها الله ألف خير وهي ما عندها أولاد. نسأل الله تعالى في هذه العشر الأواخر من رمضان أن يجازيها خير الجزاء ويبشرها بحمل قريب. نسأل الله تعالى أن يرزقها ذرية طيبة كريمة في القريب العاجل يا رب كما رزقت زكريا على كبر ورزقت إبراهيم على هرم ارزقها يا ربي عاجلا غير آجل ذرية طيبة ذكورا وإناثا. والوالدة الله يشافيها ويعافيها ويجبر عظمها لأنك تشوف بأن بعد وفاة زوجها شمل الأسرة يتقطع والأولاد كل يقول نفسي نفسي ولا أحد يقع هناك تضامن ولا تكافل وهذه للأسف عادة صارت تمتد في الكثير من الأسر والعوائل بالمغرب وهي غريبة عن المجتمع المغربي والمجتمعات العربية والإسلامية إلى عهد قريب كانت معروفة بأنها مجتمعات تضامن ومجتمعات تكافل ومجتمعات تآزر كان القوي يأخذ بيد الضعيف. لكن في السنوات الأخيرة طفت نزاعات نفسية مبنية على الأنانية وحب الذات والاستحواذ بالكعكعة كل يقول نفسي نفسي وهذا الأمر هو الذي يجلب لنا غضب الرب. ربما هذه الجائحة الكورونا وغلاء المعيشة هو من سوء تصرفاتنا فنسأل الله تعالى أن يتجاوز عنا ويرفع عن هذه المحن. اللهم يا ربي كل هؤلاء الذين يعطفون على أختنا فاطمة المكسورة المهمومة اللهم اجمع شملهم واغنهم بفضلك عمن سواك وكلهم وليا ونصيرا. وأختنا فاطمة اللهم يا رب رزق السعد الجميل واختر لها الزوج الصالح الرجل المبارك اللهم يا رب عجل لها بالفرج. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.